منتخب مصر بفئات عمريه مختلفه، سواء اول اولمبي شباب ناشئين، البدايات كده، ولو البدايات سلبيه مش ايجابيه، تحس انه الناس مش متلمه مع بعضها كده وبتجمعين حوالين المنتخب. ماتش اتنين تلاته وتلاقي الناس النهارده كلها كله بيصحى، الاهلاويه يتكلموا على زيزو، الزملكاويه يتكلموا على كوكا، كل مفيش بقى اهلي وزمالك. بنبدا مش بنقعد نقول كلام كده دمه تقيل وبنزعل منه، وبعد كده تلاقي الناس كلها خلاص منتخب مصر وبس. انت النهارده كله بيدور على المباراه بتاعت باراجواي تبقى الساعه كام عشان اظبط حالي يوم الجمعه، ان كل هتلاقي الشعب المصري كله قاعد بيتفرج على وكله دلوقتي بيطمح في ان احنا يعني هنعدي بقى باراجواي، عايزين هنشوف هنعمل مع فرنسا والارجنتين ان شاء الله. طبعا يعني بكلمك الشعب المصري. ايوه راح لفين؟ قلت نقطه مهمه جدا يا كريم، انا نفسي اقعد اتكلم فيها كتير جدا. وعلى فكره هي مش في البطوله دي مع الاسف، وهنا انا مش بكلم جمهور اهلي وبكلم جمهور الزمالك، انا بتكلم على الاثنين. بص يا كريم، احنا تقريبا جيل واحد. احنا عمرنا مهما كانت انتماءاتنا ما كنا بنبص منتخب مصر مين اللي جاب الجول، صح، مين اللي عمل الاسيست، مين اللي ضيع، مين اللي ضيع، مين اللي هيشيل الليله تبع انهي نادي. القصه دي مؤخرا مع الاسف بقت موجوده من بعد ظهور السوشيال ميديا، رغم مميزات السوشيال ميديا اللي احنا كلنا طلعنا بسبب السوشيال ميديا، بس مع الاسف هي ليها عيوب. عيوبها ان الحته اللي هي الوطنيه ناحيه المنتخبات قلت قوي، بقت الناس تفضل مع الاسف النادي، رغم ان اصلا المبدا ده مش في مصر، ده في العالم كله. انت الانديه كل ده معمول عشان تخدم مين؟ منتخب مصر. برافو عليك. بس عارف يا جوهري، زي ما بقول لك كده، هو دايما النتائج السلبيه بتطلع حاجات مش كويسه فينا كل، يعني اللي هو بنبقى غضبانين بقى، كله بيغضب من حاجه. اول ما النتائج بتتحسن مش هتلاقي حد بقى ايه بيرجع بقى للاصل اللي انت بتقوله. بس ما تجمعش بقى في دي، انا هنا متفق معاك، بس هقول لك نقطه. حلو اللي انت بتقوله ده يا كريم، للناس اللي هي الطبيعيه اللي ما عندهاش حسابات. ايوه، اللي ممكن الانتباه يغلب عليا بس عندي حته وطنيه، نازع وطني، بيقلوا بقى، بيقل قوي. لا بس في ناس مع بيقلوا لما بنكسب، في ناس مع الاسف هي مصممه تكمل في القصه دي. بمعنى ان النهارده انت هديك، احنا قلنا مثال انتقدت زيزو، صح كده؟ زيزو النهارده عامل ايه يا كريم؟ تألق جدا. الهدفين انا مساهم فيهم، انا بتكلم على زيزو. واكل الارض والملعب وكل حاجه. ده زيزو عمل دور انا اول مره اشوفه ما بيعملوش في الزمالك، انه يعتبر من نص الشوط الثاني هو يعتبر بيلعب في قلب الملعب، يخش مكان اسامه فيصل، ومنتخب مصر بيطلع عليه. صح، ما بيتعملش دي. صح. طيب الفكره بقى سريعا، يلا. زي ما انت بتنتقد زيزو وحطيت التيشيرت بتاعتك والانتماء، لازم تلغي ده وتشيد بيه برضو. هو نفسيا تعرف فكره، في جمله اتقالت قوي سمعتها، ما هو كده ولا كده عايز تنتقد الراجل ده، يعني خد اجازه من الانتقاد. كان ايه، انا مش بتكلم على زيزو بقى، بتكلم على الانتماءات سواء جمهور اهلي وزمالك، ريح الفتره بتاعت المنتخب، منتخب اول اولمبي، ولما يرجع يلعب معنا دي يا عم اعمل اللي انت عايزه، من حلاوه الكوره ريح شويه بس كده، ناخد نفسنا يعني. حلوه دي.